في مأرب طلب متضررون من عدة محافظات دمرت ميليشيا الحوثي منازلهم بإنصافهم ومحاكمة الميليشيات على ما ارتكبته بحقهم من جرائم ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية. وجاء في جلسة استماع نظمتها الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل من محافظات مأرب والبيضاء وإبة، أوضحوا فيها ما تعرضوا له من انتهاكات بدءا من تهجيرهم ونهب ممتلكاتهم وتدمير وتفجير منازلهم. وفي حديثهم عن معاناتهم شكى عدد من الضحايا غياب المنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان التي لم تهتم بهذه الجريمة التي تعد من أسوأ الانتهاكات على مستوى العالم، كما لم تعمل هذه المنظمات حتى الآن على تجريم الميليشيا الحوثية ومعاقبتها على ما ارتكبته من فظائع بحقهم وحق غيرهم من المدنيين. الإحصائية الأخيرة في 2021 عندنا 59 منزل احتوت محافظة البيضاء، محافظة مأرب، محافظة تعز. لكن أنا أقول هذه عندي كأرقام، يعني لا ما استطعنا أن احنا نعبي هذه الاستمارة لأنه يعني صعوبة الوصول للناس. لكن الإحصائية موجودة وأصحاب المنازل كمان بالاسم موجودون. كانت يعني أغلب هذه المنازل كانت في تعز في منطقة الحيمة تقريبا 15 منزل، في البيضاء تقريبا كانت 4 منازل، في محافظة صنعاء محافظة مأرب 3 منازل. 5 بيوت الذي حقي أنا وإخواني في ذي نعم في طيب. بيت أحمد محمد القيسي عندنا في طيب تم تفجيره. بيت عمر صالح مجوز في يوم واحد بيتين مع بعض تم تفجيره. يمكن 12 منزل في عزلة من عزل مديرية ذي نعم الذي عزل الطيب، بينما في العزل الأخرى تم تفجير البيوت، بيت محمد صالح الغنيمي أبو جبر وبيت الصومعي، عدة بيوت يمكن ذي نعم من أكثر المديريات التي تم تفجير المنازل فيها، تم تفجير كثير من المنازل في هذه المديريات.